حقق قطاع غزة نجاحاً ملحوظاً في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات رغم شح الإمكانيات، فشباب القطاع أجبر بسبب إغلاق المعابر على تطوير قدراته التكنولوجية، ما دفع شركة ميلانوكس الإسرائيلية إلى التعاقد مع 10 مبرمجين من غزة دون الإعلان عن أسمائهم لاعتبارات أمنية. شركة فيوجن مثلاً حققت إنجازاً وحصلت على جوائز، حيث طورت مشروع ربط شبكة لاسلكية بين 250 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، وتقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المبرمجين لتطوير قدراتهم، ولا تمانع في الانفتاح على السوق الإسرائيلية ضمن ضوابط معينة. المبرمج الفلسطيني يملك قدرات إبداعية خارقة، وذلك لأنه يعني معروف أن من رحم المعاناة يولد الإبداع. المبرمج يحتاج إلى وعاء لحمايته، مثل وعاء وزارة تكنولوجيا المعلومات أو والاتصالات أو اتحاد شركات أنظمة المعلومات للقدرة على حماية هذا المبرمج مادياً، وقدرة حمايته من أي انتهاكات إسرائيلية أو تخوفات أخرى. خلال سيطرة حركة حماس على القطاع أصدرت قراراً بمنع التعامل مع أي جهات إسرائيلية خوفاً من استغلال المخابرات الإسرائيلية للعاملين، إلا أن بعض المراقبين يجدون في فتح السوق الإسرائيلية وأي سوق عالمية فرصة ذهبية لتشغيل الخريجين وانتعاش الاقتصاد وضخ الأموال في غزة. خصوص التعاقد مع شركات خارجية هو هذا الطموح، بغض النظر إذا كانت الشركات إسرائيلية أو شركات ألمانية، شركات عربية، شركات عالمية، وهذا سوف يعود بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني من خلال جلب أموال أجنبية إلى قطاع غزة. تتجاوز نسبة البطالة في قطاع البرمجيات 40%، حيث لا يستوعب السوق المحلي أعداد الخريجين، ونقابة المهندسين تدعم نظام العمل عن بعد للمبرمجين وتشرف على مشاريع عدة لتمكينهم والانطلاق للعمل مع دول عربية وأجنبية. السوق المحلي لا يوفر فرص، والسوق الخارجي لا يستوعب خريجين فلسطينيين، بالتالي الحل الأول والأمثل والأوحد في هذه المرحلة هو العمل عن بعد. حالياً خضنا عدة تجارب في دمج الخريجين بالعمل عن بعد لدول خارجية. حالياً عندنا في النقابة برنامج لدمج خريجين الحاسوب والبرمجيات في شركات ألمانية. ما زال في غزة تحفظ كبير على الحديث عن إسرائيل والعمل في شركاتها، إلا في حال تم تنظيم قطاع التكنولوجيا وترتيبه وتوافر الدعم الحكومي الذي ربما سيتحقق بإتمام المصالحة الفلسطينية. حينها سيشكل هذا المجال رافعة حقيقية للاقتصاد الفلسطيني خاصة في غزة. وسام ياسين، الحرة، غزة.